الفراخ البيك وجبه مشهوره جدا، اللي ما جربهاش اكيد سمع عنها ونفسه يجربها. هنجيب صدور فراخ ونحط عليهم عصير الليمون وصلصه طماطم، بصل باودر، ثوم باودر، بابريكا، جنزبيل باودر وشطه، فلفل ابيض ورشه قرفه، ملح، ونخلطهم كويس في كيس ثلاجه. هضيف الفراخ وافردهم بالشكل ده، بعد كده ادق عليهم عشان يشربوا التتبيله. احطهم في الفريزر لمده ساعتين. اجيب طاسه احط فيها ميه ونشا واقلب لحد ما اللون يبقى شفاف. سيبهم يبردوا في خلاط، هحط النشا بعد ما بردت، ثوم وزبادي ومايونيز وليمون وملح، اضربهم في الخلاط، اضيف الزيت حبه حبه كده. التوميه بقت جاهزه، هطلع الفراخ واقطعها بالشكل ده مربعات. هجيب دقيق واضيف عليه بهارات، كورن فليكس مطحون واضيف عليه بقسماط، بيض واضيف عليه حليب، وابدا انزل الفراخ في الدقيق، البيض والبقسماط، واضيفها في زيت على درجه حراره متوسطه بس. خلاص الوجبه بقت جاهزه معايا.